السلام عليكم يا شباب. اولا الف مبروك التحرير بتاع جبل اولياء امس، والمفاجاه يا شباب كمان قبل ما نستلز بتحرير جبل اولياء شديد ذاتها كمان تاني جاتنا لزه اكثر من السابقه، تحرير الفرقه 20 الضعين اليوم. يا اخي شغل شغل زي الشغل يا اخي، والله شغل يسر القلب والله العظيم. يا اخي الف مبروك والله الليله، والله العظيم السودان دي كلها شعبا يعني وجندا كلهم على قلب رجل واحد مبسوطين ومفرحانين كل الفرح بتحرير الفرقة 20 مشاهد ضعين، وأنا واحد من ضمنهم. وإعلاميين علي كل وسط الفني علي الشارع السوداني كله، الثورة السودانية ثورة السودان المجيدة كل الشعب مبسوط، العالم بتحرير الضعين جبل أولياء واستلام السد. السد يا جماعة يعني مركز مهم جدا بالنسبة للشعب السوداني في دورية الكهرباء والمياه والحاجات دي، يعني تم تحريره من الكيزان، دي حاجة برضو حاجة جميلة جدا جدا، حتى المجتمع الدولي تشرف فيها. واليوم كذلك قيادة جديدة فرقة الضعين تحادد جنوب السودان، تحادد أيضا بعض من أفريقيا الوسطى على ما أظن، الله والله أعلم، ولكن تحادد جنوب السودان، هذا الشيء الذي أعرفه بالتأكيد. يعني دي برضو حاجة جميلة جدا. الآن أصبح يعني أصبح لدينا حدود 4 دول، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى، تشاد، ليبيا. أوه ما شاء الله، حاجة يعني تشرف والله، حاجة جميلة جدا. الله أكبر شباب، أرموا قدام. بس إحنا كإعلاميين ويعني وطنيين ما منتمين لأي قناة عميلة كقناة الجزيرة وقناة طيبة، وناشطين سياسيين برضو ما منتمي لأي حزب، كفاءاتنا البسيطة المتواضعة جدا ندعمكم والله إلى آخر نفس. وبعدين شوف الزول البسيط والمتواضع ده هو على حق، لأنه للآن ما تعمق في السياسة شديد وما تعلم النفاق، لأنه السياسة كلها نفاق. إحنا ما تعلمنا النفاق وما تعمقنا في السياسة للبعد الأبعد في السياسة، لذلك والله داعمينكم بنية القلب الصافية. الله أكبر قدام.